تعبت نفسي في عمارة منزلي، زخرفته وجعلته لي مسكنا، حتى إذا وقفت على القبور فقال لي عقلي ستنقل من هناك إلى هنا. بل عرب بن سلطان، لا تحزن ولا تأسف، فلم تنقل منه إلا إليه، لتظل شاهدا على بعض مآثرك، وكأن صدى صوتك وصوت ضيفك عمر الجربي التونسي يتردد بين جنبات بيتك، حصنك، قصرك المنيف، مختلطا بأصوات طلبة العلم وعلمائه. سيشهد لك راشد بن خميس الحبسي، وخلف بن سنان الغافري، ومحمد بن عبد الله بن عبيدان، وآخرون كثر، بأنك كنت مهتما بهم وبالمدرسة، وبأنك كنت تنفق عليهم وعلى كتبهم وأدواتهم الدراسية، بل وسيشهدون لك بأنك كنت تتولى بنفسك وأنت إمام الأمة تعطيرهم بشذا الطيب، وستشهد بريادتك المدرسة البارونية والمدرسة البيمانية في جوارك، والمدرسة الكمالية في مسندم، وغيرها من المدارس في الشمال والجنوب، وبأنك كنت على خطى مدرسة بني مفرج ومن سبقوك إلى التنوير. أكثر من 320 سنة مضت على رحيلك، وما زال البنيان شامخا، وها نحن نزورك لنقرأ شيئا من مآثرك.